أن نرحب بكم جميعا في بيتكم وبين أهليكم بل حتمية أدبية ومهنية ورقعة مشاركة أعوان الصحة للكشف عن هذا المرض الخبيث. إطلاق اليوم يقوم مركب الأم والطفل بالتنسيق وبتكامل بكامل أطقمه طبية شبه طبية وكذا طاقم الإداري لإحياء هذا الشهر المتمثل في التشخيص المبكر لسرطان الثدي. اليوم قمنا بيوم دراسي وتحسيسي لتحسيس المرأة بمدى أهميتها لتشخيص هذا المرض وكذا سوف تقوم مؤسستنا بقافلة لتغطية كامل مناطق الظل وذلك لتقديم الصحة للمواطن. تقوم هذه العملية بمعية ومساهمة جميع مؤسسات المدراء الصحة الصحية للمدراء المؤسسات الصحية الجوارية. تنطلق هذه القافلة من غد إن شاء الله 7 أكتوبر، تدوم لمدة 15 يوم، يكون فيها إن شاء الله تغطية كاملة لمناطق الظل إن شاء الله، هذا وذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية وتعليمات السيد الوالي الولاية الثالث وكذا بإشراف من مديرية الصحة والسكان. واليوم رانا ننظم المركب تاعنا، ينظم المركب تاعنا تاع الأمومة والطفولة، الأم والطفل، ولد مبروك الشيخ بتيارت، وهي الأبواب مفتوحة اليوم والحملة التحسيسية نديروا فيها للكشف المبكر عن سرطان الثدي. المركب تاعنا تاع الأمومة والطفولة، الأم والطفل، ولد مبروك الشيخ بتيارت، وهي الأبواب مفتوحة اليوم والحملة التحسيسية نديروا فيها للكشف المبكر عن سرطان الثدي. تحت يجيو الفحص المبكر يعيطولو باش كما نقولوا ما تجيناش سكيتي باه ما يتعقدش من بعد، بس كيفاش الكشف المبكر يعاون الطبيب ويعاونها مام هي.